يلا بينا اوريك ازاي تظبط الرسمه بتاعتك على الحيطه. في 3 طرق معانا هتخليك تظبط الرسمه بالظبط. اول طريقه معانا وهي طريقه الفري هاند، وديت بترسم رسم حر بايدك، ودي بتبقى ماسك القلم وبتاخد نسبه الطول والعرض بتاعت الشكل اللي انت هترسمه، وساعتها هتحدد الابعاد الخارجيه للرسمه على الجدار وتبدا تحدد الاوت لاين الداخلي بتاع الرسمه. تاني طريقه معانا وهي طريقه المربعات، وفي الطريقه ديت بتقسم الصوره بتاعتك اللي انت هترسمها لمربعات متساويه، وتبدا تحط المربعات ديت على الحيطه وترسم كل مربع لوحده. والطريقه ديت بتستخدم لو الجدار كبير والمسافه اللي بينك وبينه صغيره، فمش عارف تشوف الشكل الكامل للاوت لاين بتاعك. تالت طريقة معانا وهي طريقة الرسم بالبروجيكتور، وهي عبارة عن انك بتعمل الديزاين بتاعك على برنامج الفوتوشوب او الاستريتور او على موبايلك عادي، ويكون معاك بروجيكتور وبتسلطه على الحيطة وبتبدأ تعمل الاوت لاين بتاعه. والطريقة ديت بتحتاج انك تكون بتعرف تلون، واكيد اكيد تكون انت اللي عامل الديزاين. يبقى كده معانا 3 طرق، وانا عن نفسي برسم بطريقة الفري هاند، ان هي بتخليك تطور من نفسك في الرسم عامة. لو لقيت ان الفيديو بتاعي مفيد ما تنساش تعمل لي لايك وتعمل لي فولو وتتابعني لو انت مهتم بالرسم، واشوفك في فيديو قريب يا صديقي.